ومعانا ومنورنا من خلال التليفون النهارده الكاتب الاستاذ كيرو راجي، واللي هنتكلم معاه عن كتاب بره الصندوق الذكوري، محاوله لفض الخلاف المستمر ما بين الرجل والمراه، ولو اني مش شايفه ان المفروض يكون في خلاف خالص الحقيقه. اهلا بحضرتك الاستاذ كيرو راجي. اهلا بيكي راني. اهلا بحضرتك، منورنا. وكنت حابه طبعا ان احنا نتقابل، بس ان شاء الله تنورنا المره اللي جايه في الاستوديو باذن الله. كلمني شويه عن بره الصندوق الذكوري، وايه هو الصندوق الذكوري، وبيبقى فيه ايه الصندوق الذكوري؟ اوكي، اولا انا مبسوط ان انا معاكي، وميرسي على الاستضافه دي وعلى المقدمه اللطيفه. ميرسي، اشكرك، احنا اسعد. ربنا يخليكي. هو فكره بره الصندوق الذكوري ده مصطلح بالانجلش اسمه ذا مان بوك. اوكي، بس احنا ما خدناش ترجمته بالحرفية. ده مصطلح بيصف مجموعة من الصفات الذكورية الإلزامية. أوكي. بمعنى انه اي ولد او راجل موجود في مجتمع معين لازم يبقى ملزم بالصفات دي عشان يتقال عليه ولد او راجل. أوكي. ممكن تشوفي ده بانه الطفل هو صغير لازم ما يعيطش، ما يعيطش، انت راجل ما تعيطش مثلا. بالظبط، انا بدي امثلة يعني. او فهمك. لازم يبقى فيه سنة عنف علشان يبقى ولد، يعني اي ولد صغير طبيعي يعيط، ممكن يبقى ولد ما عندوش نزعه عنيفه مثلا. فاهمه قصدي؟ ايوه ايوه، في يعني. انا فاهمه قصدك، يعني انه في مواصفات احيانا او صفات معينه المجتمع هو اللي بيحطها على الولد علشان من وجهه نظره يصنفه كراجل او كذكر. انت لو خرجت عن المقاييس دي او خرجت عن الصفات دي يبقى عيب، ما يصحش، انت اللي انت بتعمله ده ما يصحش، انت راجل. بالظبط كده، فهمتك. مظبوط. اوكي. وزي ما قلنا هي لازم، بيسموها صفة إلزامية، بمعنى إن هي لازم تتحقق علشان أنا آخد لقب ولد أو أبقى في نظر المجتمع راجل. راجل، فهمت. الصفات دي بتصف أكتر الصفات السيئة، يعني مش شرط تكون كلها، وللأسف يعني أغلبها ما بيبقاش حميد قوي يعني، أغلبها صفات سيئة. ليه؟ لأنه خلاص إحنا بقى في صورتنا أو في ذهننا أو في الثقافة الاجتماعية بتاعتنا إن دي صورة الراجل المتعارف عليه. ده بيخلي الراجل يتحط في قالب طول الوقت، احيانا بيبقى ظلمه على فكره، عشان برضه نبقى منصفين يعني. اكيد، ده مش بس ظلمه، ده ظلمه، واحيانا بيشرسه كمان، لان هو من حقه انه بيشرسه. بيشرسه لان هو من حقه كطفل، ومن حقه كبني ادم، ومن حقه كانسان انه يطلع مشاعره، انه يعبر عنها، انه يتكلم عنها. هو في الاخر ما فيش حاجه اسمها بس راجل وست، هو في الاخر بني ادم. الله، بالظبط كده. هو ده الهدف اصلا من الكتاب في البدايه، يعني انا في مقدمه الكتاب كتبت ان ربنا خلقنا مختلفين في نوع الخلق. صحيح، مش في طبيعه الخلق. موافقات جدا طبعا. احنا كبني ادمين الطبيعه بتاعتنا كلها واحده، لكن صفاتنا وطريقه شكلنا وطريقه تجاوب مشاعرنا مع الحاجات اللي حوالينا هي اللي مختلفه. ايوه ايوه ايوه. ولكن طيب. اتفضل كمل كمل. كنت هزود نقطة صغيرة، انه اغلب الصفات اللي اتحطت او اللي كانت بتصف المصطلح بتاع الصندوق الذكوري او دمان بوكس هي صفات معظمها 90% منها بتضر الراجل قبل ما تضر الست، تضر الراجل نفسه. اوكي اوكي، طبعا ده حقيقي. انا فهمت كده يعني مجمل الموضوع عامل ازاي. انا بشكرك على وجودك معانا عن طريق التليفون. احب المره الجايه ان احنا نتكلم عن الكتاب بالتفصيل وانت معانا ومنورنا في الاستوديو. انا بشكرك جدا على وجودك معانا، بشكر الكاتب والاستاذ كيرو راجي. ميرسي.